الخامسة من التلفزيون المصري، مرحبا بكم. أهلا بكم في نشرة الأخبار ونبدأها بالعناوين. استعدادات على قدم وساق لانطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في 13 محافظة غدا تحت إشراف قضائي كامل. مجلس الوزراء ينفي ما تردد عن استبعاد المواطنين من الدعم التمويني حال فقدان الرقم السري للبطاقة التموينية وإيقاف صرف معاش تكافل وكرامة إلكترونية. الأنباء بالتفصيل من القاهرة. تنطلق غدا عملية تصويت المواطنين بالداخل في انتخابات مجلس النواب بمرحلتها الثانية في 13 محافظة وتحت إشراف قضائي كامل، وذلك على مدار يومين من 9 صباحا وحتى 9 مساء. وتجرى المرحلة الثانية من الانتخابات بالنظامين الفردي والقائمة في محافظات القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، إضافة إلى دمياط وبورسعيد والإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء. ويحق التصويت في المرحلة الثانية لنحو 29 مليون مواطن و400 ألف مواطن من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين. كانت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب قد جرت يومي 24 و25 من أكتوبر الماضي، وأعلنت نتائجها في الأول من نوفمبر بفوز القائمة الوطنية من أجل مصر بالدائرتين الثانية والرابعة، إضافة إلى حسم 32 مرشحا مقاعدهم بالنظام الفردي، بينما تجرى جولة إعادة المرحلة الأولى بين 220 مرشحا آخرين. دعا المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقد ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات جموع ناخبين بمحافظات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بالنزول بكثافة إلى لجان الانتخابية خلال يومي الاقتراع. أكد المستشار لاشين إبراهيم أن الانتخابات تشكل ركيزة الأساسية في ترسيخ الديمقراطية، وأن الإقبال على صناديق الاقتراع أبلغ دليل على حب الوطن والحرص على إعلاء شأنه، حيث إن المشاركة في هذا الاستحقاق هي تلبية لنداء الواجب وممارسة لحق المواطنين الدستورية. وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن انتخابات المرحلة الثانية تشهد تنافسا وتنوعا كبيرا نظرا لكبر عدد المرشحين، مؤكدا أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، كما شدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا وارتداء الكمامات الطبية التي تم توفيرها لمن لا يحملها أمام مراكز الاقتراع مجانا، والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي أثناء عمليات التصويت. نجدد لكم التحية، وهذه عودة للاستعدادات الجارية لعمليات التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب المقرر انطلاقها غدا في 13 محافظة، حيث أنهت الأجهزة التنفيذية في محافظات المرحلة الثانية استعداداتها وتجهيزاتها اللازمة لإجراء الانتخابات. ووجه وزير التنمية المحلية محمود شعراوي المحافظين بتفقد اللجان الانتخابية للتأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة، مشددا على الالتزام بالحيادية والشفافية والوقوف على مسافة واحدة في التعامل مع جميع المرشحين، كما أكد أهمية التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتقديم التسهيلات للمواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم.
وأشار إلى أن غرفة العمليات المركزية بوزارة التنمية المحلية تتابع مع غرف عمليات المحافظات كافة الاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية، وتتابع على مدار الساعة إعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجستي للقائمين عليها. هذا وقد أعلنت القوات المسلحة استعدادها بعناصرها في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لتأمين المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب. وفي هذا الإطار اتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة جميع الترتيبات والإجراءات المرتبطة بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للانتخابات وجميع الأجهزة المعنية بالدولة لتنظيم وتأمين المرحلة الثانية من الانتخابات. القوات المسلحة المصرية مستعدة دائما تأمين المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 في إطار مساهمة القوات المسلحة في تأمين المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020. استعدت القوات المسلحة بعناصرها في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية المقرر إجراء المرحلة الثانية في نطاقها، حيث حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على اتخاذ كافة الترتيبات والإجراءات المرتبطة بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للانتخابات وكافة الأجهزة المعنية بالدولة لتنظيم وتأمين أعمال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، وذلك في المحافظات المقرر إجراؤها بها. وحرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على التأكيد على الاستعداد التام لجميع عناصرها لتنفيذ عملية الانتشار الأمني للتصدي لأي أعمال عدائية قد تؤثر على انتظام العملية الانتخابية، كذلك تجهيز العديد من الدوريات الأمنية وتجميع الاحتياطيات وعناصر الانتشار والتدخل السريع وعناصر الصاعقة والمظلات والشرطة العسكرية للدفع بها بالطرق والمحاور المرورية في حالة المواقف الطارئة، وكذلك التأكد من تفهم جميع القوات للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين وتوفير المناخ الآمن لهم للإدلاء بأصواتهم انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية حتى تخرج العملية الانتخابية بالمظهر المشرف الذي يليق بشعب مصر العظيم. تأتي تلك الجهود التي تبذلها القوات المسلحة انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية تجاه الشعب المصري العظيم. من جانبها، رفعت وزارة الداخلية درجة الاستعداد إلى القصوى لتأمين المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب التي تجرى في 13 محافظة، وذلك من خلال نشر القوات وتسيير الدوريات الأمنية بمحيط اللجان ووضع ارتكازات أمنية أمام المنشآت المهمة والحيوية. نتابع. استنفار وتأهب ودرجة عالية من الجاهزية في صفوف أجهزة وزارة الداخلية لتأمين المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب والتي تجرى في 13 محافظة، حيث تم الدفع بعناصر مدربة ذات قدرة عالية للتعامل السريع مع أي خروج عن القانون، مدعومة بآليات ومعدات حديثة تتيح لها الانتقال الفوري بين الأماكن المستهدفة بالتأمين لرصد الحالة الأمنية والتصدي الحاسم لأي محاولة تهدف لتعكير انتظام سير العملية الانتخابية. وقد اتخذت وزارة الداخلية كافة الترتيبات والتدابير والإجراءات الأمنية التي تضمن توفير مناخ آمن ليدلي المواطنون بأصواتهم لاختيار من يمثلهم في مجلس النواب، من خلال التنفيذ الدقيق للخطط الأمنية التي تم وضعها في هذا الصدد، والتي يأتي في مقدمتها
وضع الخدمات الأمنية أمام لجان الاقتراع، وتضم عناصر نظامية وبحثية وشرطة نسائية لمتابعة الحالة الأمنية بمحيط اللجان وضمان انتظام سير العملية الانتخابية بطريقة آمنة. بينما تم ربط غرفة العمليات الرئيسية بوزارة الداخلية والتي تم تجهيزها لمتابعة سير العملية الانتخابية بالتنسيق مع غرف العمليات والمتابعة بمديريات الأمن لمتابعة انتشار القوات ومدى انتظام سير العملية الانتخابية وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه الناخبين أثناء الإدلاء بصوتهم. كما تم الدفع بالدوريات الأمنية وعناصر من قوات التدخل السريع على كافة المحاور والطرق الرئيسية لرصد الحالة الأمنية على مدار الساعة وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين ولديها من القدرة والكفاءة للتعامل مع كافة المستجدات الأمنية. خطة وزارة الداخلية لتأمين المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب تضمنت تفعيل دور الارتكازات الأمنية وتدعيمها بعناصر مدربة ورفع مستوى جاهزيتها بما يمكنها من أداء دورها في التعامل السريع مع أي خروج عن القانون ونشر مظلة من الأمن والأمان. خطط وزارة الداخلية لتأمين المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب تنفذها كافة قطاعات وزارة الداخلية المشاركة في عملية التأمين بكل احترافية وفاعلية وبما يضمن ممارسة المواطن لحقه الدستوري في اختيار من يمثله في مجلس النواب في جو من الأمن والأمان والطمأنينة. عبدالله بركات، التلفزيون المصري. أهلا بكم من جديد. وفي 124 دولة تواصل سفاراتها والقنصليات بالخارج اليوم الجمعة ولليوم الأخير تلقي مظاريف التصويت البريدي للمواطنين المصريين بالخارج الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب. وفي هذا الإطار تستمر 140 لجنة في المقرات الدبلوماسية في تلقي المظروفات حتى الساعة 9 من مساء اليوم بالتوقيت المحلي للبلد محل الاعتماد، وذلك وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات التي حددت 3 أيام هي 4 و5 و6 من نوفمبر الجاري لتصويت المصريين بالخارج في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد عن استبعاد المواطنين من الدعم التمويني حال فقدان الرقم السري للبطاقة التموينية وإيقاف صرف معاش برنامج تكافل وكرامة إلكترونية. كما نفى المركز الإعلامي ما انتشر بشأن تراجع أعداد المتقدمين بطلبات التصالح على مخالفات البناء تزامنا مع مد مهلة قبول الطلبات حتى نهاية نوفمبر الجاري. مجلس الوزراء نفى كذلك التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية تمهيدا لإلغاء مجانية التعليم الجامعي، كما نفى إيقاف تطبيق نظام المعاش المبكر وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد. مجلس الوزراء أكد أنه لا صحة لتدشين الإسكان صفحات جديدة على فيسبوك لبيع وحدات الإسكان الاجتماعي، ونفى أيضا ما تردد بشأن استرداد قيمة الخصومات للمستفيدين من مبادرة ما يغلاش عليك من أرصدة البطاقات التموينية، فضلا عن نفيه وقف صرف الكمامات القماشية ضمن المقررات التموينية لشهر نوفمبر الجاري.
تابع رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي مع المشرف العام على مشروع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية سامح العكاري مستجدات العمل والموقف النهائي لمراحله التنفيذية تمهيدا لافتتاحه رئاسيا. وخلال الاطلاع على الموقف الحالي للمشروع المقام على طريق القاهرة السخنة، أكد مدبولي أن إنشاء هذا المجمع المتخصص في تصنيع إصدار الوثائق والمحررات المؤمنة والذكية للوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية يعد الأحدث في المجالات التي يختص بها على مستوى العالم. واعتبر مدبولي أن المشروع من شأنه أن يضيف لمصر مكانة متميزة، لا سيما في تطبيق مبدأ الحوكمة والحفاظ على أي بيانات تساهم في تيسير اتخاذ القرارات بناء على معلومات دقيقة ومؤمنة. من ناحية أخرى، تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء موقف تلقي ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك في تقرير تلقاه رئيس الوزراء من الدكتور طارق الرفاعي مدير المنظومة. وثمن مدبولي الدور الحيوي الذي تقوم به منظومة الشكاوي من خلال جهودها في استقبال ورصد شكاوى المواطنين والتعامل معها في العديد من الملفات والمساهمة في حلها، مؤكدا أن هذه الجهود المبذولة بهدف خدمة المواطنين هي محل تقدير واسع. أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن إطلاق الحملة القومية للقضاء على ديدان المعوية لطلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر بالمجان، وذلك على مستوى المدارس بجميع محافظات الجمهورية في الفترة من 8 حتى 19 من نوفمبر الجاري. وأوضح دكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام أن الحملة تستهدف إعطاء الجرعات بعقار الميبندازول ل 15 مليون تلميذ بالمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بالمدارس الحكومية والخاصة والأزهرية، مؤكدا أن العقار عبارة عن قرص واحد سهل المضغ والبلع آمن وفعال وليس له أي أثار جانبية. ختم النشرة، ونذكركم بأهم ما عرضنا. استعدادات على قدم وساق لانطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في 13 محافظة غدا تحت إشراف قضائي كامل. مجلس الوزراء ينفي ما تردد عن استبعاد المواطنين من الدعم التمويني حال فقدان الرقم السري للبطاقة التموينية وإيقاف الصرف معاش برنامج تكافل وكرامة إلكترونيا. مسبيرو دوت اي جي عنواننا الإلكتروني. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء. في أمان الله.